الاعداد الكهرباء بالكارت. الكارت ب 100 جنيه مثلا بيقعد معايا في المغسله حوالي يومين ثلاث ايام مش مشكله. انا بدفع كل شهر 25 جنيه للزباله بتنضاف على الكهرباء، ما فيش زباله بتعمل. الراجل بيجي يكنس لي على باب المحل، ان ما اديتلوش فلوس هيسيب لك الزباله ويمشي. يعني ايه يعني ايه واحد النهارده جيله فاتوره 5000 جنيه؟ تحت مني، ساكن تحت مني 5000. انا مركب عداد كل شويه بشحن، ما فيش اسبوع بشحن 150 جنيه 100 جنيه، يعني في الشهر مثلا 500 جنيه صبح. ومفيش تكييفات. مشكله الغلو، الغلو اللي احنا فيه، غلو كهرباء وغلو اسعار وغلو كل حاجه. وبعدين مفيش محصل بيجي، ومفيش بتاع القرايه ما بيجيش يقرا كهرباء، وبيجي عشوائي جزافي. في فاتوره جت زياده شويه، عدت متهيألي ال 1000 وي او فوق، ما فوق كده كمان، و اتحلت بعديها بشهور، لان هو راح كذا مره وقالوا ان في غلط في الكهرباء، وقالوا في غلط في الوصولات، وخلاص هنحذف الشهر ده، مش هنحطه على القيمه بتاعته، مش هتضاف، وهنحذفها. بيدفع الوصل اللي بعده، وبعد كده بنلاقي ان في زياده تاني في الشهر اللي بعده، واصبح ان هي مش مشكله محلوله، دي مشكله على تقسيط وحاجات بتتقسط كل شهر وما زالت يعني. فالموضوع بالكهرباء مش مظبوط شويه. 3000 جنيه في الشهر بتجيني كل شهر، قلت لهم حرام، قالوا ادفع بعدها تظلم. الاسعار كلها بقت اوفر في الكهرباء. الفاتوره كانت بتجيلي ب 50 جنيه، النهارده بتجيلي ب 200 جنيه، مع ان الاستهلاك هو هو. في زياده في الاستهلاك. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا معانا في التقرير هنتكلم عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ومشكلات الاستهلاك ومشكلة التحصيل ومشكلة كمان الشكوى وطرق الاستجابة لهذه الشكاوى. وطبعا احنا بنتكلم على قبل وبعد ارتفاع الأسعار. هنتكلم بالتفصيل مع ضيفنا في الاستوديو دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الورد. أهلا بيك، أهلا بيك، وصباح النور. صباح النور، طبعا بنتكلم عن الكهرباء، صباح النور. دكتور، يمكن زي ما تابعنا في التقرير وزي ما متابعين بقى كلنا في يعني الحاله اللي احنا فيها كلها، ليه التفاوت اللي بيحصل ده بين شهر وشهر في ارتفاع الفاتوره؟ فجاه الرقم بيتضاعف، مش بس ضعف، نضربه في 5-6 مع ان الاستهلاك بيبقى واحد. طبعا هو بدايه خلينا يعني اسمحوا لي ان احنا نحط يعني سؤال، ان هو هل الفاتوره اللي بتيجي بتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطن نفسه ولا لا؟ وهل ان في اليات للشكاوى ولا لا؟ كويس، احنا بنستقبل كل الشكاوى، وتعليمات معالي الوزير واضحه جدا في الشكوى، ان من حق اي مواطن ان هو يقدم او مشترك يقدم الشكوى، ومفيش حاجه اسمها ادفع وبعدين اشتكي. لا، بس ده اللي حصل مع احد المواطنين في التقرير. لا، التعليمات واضحه جدا، هو بيحصل معانا والله كلنا، ادفع وبعدين حضرتك تروح تتوجه وتشتكي عادي جدا، بس لازم تدفع الاول. لا، هي ساعات بتبقى، انت حضرتك بيبقى لما يكون في العامل البشري موجود في اي منظومه، بتلاقي في بعض الافراد بيبقى التعليمات مش واضحه بالنسبه لهم بصفه يعني عامه، وفي نفس الوقت ده كان سيستم كان موجود، وبالتالي يعني انا لو اتقال لي ادفع وبعدين اشتكي اعمل ايه؟ لا يا فندم، هو من حقك حضرتك ان انت تقدمي الشكوى ويتم التحقق من الشكوى، وتجيلي بقى بعد كده الفاتوره الحقيقيه وادفع. عشان كده اللي هو لما السؤال الاولاني اللي هو بقى هل هو ده بتعبر ده ولا لا؟ طب انا هعرفه ازاي يا فندم استهلاكي؟ كويس جدا. اول حاجه لابد يكون عندنا ثقافه ان احنا لو انا عندي العداد العادي، ان انا اقارن ما بين القراءه اللي موجوده في الايصال، القرايه اللي اقصد اللي هي القرايه الحاليه، مكتوب دايما في الايصال تلاقي في القرايه السابقه والقرايه الحاليه، والفرق اللي ما بينهم هو دوت اللي بيتحسب عليه الاستهلاك، بيطلع كام كيلو وات، اللي هي ديت تعريفه الحساب اللي هي كيلو وات ساعه. وبيتضرب في تعريفه التغذيه او تعريفه او سعر الكهرباء حسب الشريحه اللي موجوده، ودي اسعار معلنه، او بمعنى تاني ان اي حد ممكن يقدر يحسب فاتورته بالظبط يطلع كام من العداد بتاعه، الرقم والمكتوب في الفاتوره في الايصال. في الايصال في اسمها القرايه الحاليه. طب اعمل ايه بالقرايه الحاليه ديت؟ اقارن ما بينها وابص في العداد اللي قدامي، لو حاجه من الاثنين، يا اما القرايه اللي في الايصال اكبر يا اقل، لو اكبر يبقى لا ده مش الاستهلاك بتاعي، يبقى في مشكله. لو اقل يبقى برضه حاجه من الاثنين، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما ان فعلا ده هو ده فعلا استهلاكي، او ان انا لا انا شاكك ان يكون العداد نفسه يكون يعني ما بيديش الاستهلاك الحقيقي، يكون في مشكله، يكون في عطل. في الحاله ديت من حق حضرتك برضه تقدمي طلب لفحص العداد، يعني شوف بص حضرتك شوفي كم مرحله، انما بدايه لابد ان انا اتاكد ان هو ده استهلاكي.
ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني معظم الشكاوى اللي بتيجي، مش بقول كلها ولكن معظمها، يعني حوالي 90% مثلا لما بيتحقق منها بنجد ان هو فعلا ده استهلاكه، ولكنه هو يعني نتيجة ان هو ما بيخدش بال او ما بيتابعش الاستهلاك بالظبط، فبيفاجأ ان القيمة بقت عالية. ده بيخلينا بقى ان احنا نقول، يعني دايما يقول الوقايه خير من العلاج. مزبوط. فخلينا نقول قبل ما نتكلم على برضو الوسائل اللي بيتم تقديم الشكوى من خلالها، وحضرتك ذكرت ان هي عديده، وسائل عديده ان انا اوصل شكوتي، نتكلم بقى عن يعني الاستخدام السليم للكهرباء. احنا طبعا اول حاجه او اللي الناس كلها عرفتها اللمبات الموفره، وان انا اما اخرج من اوضه اقفل النور ما دام انا مش قاعد فيها، الفيش ما تبقاش محطوطه على الفاضي، يعني زي فيشه مثلا شاحن او فيشه تلفزيون او الى اخره، الكاتل الكهربائي يتحط يا دوب الميه على قد ما هشرب مش املاه على اخره. ايه تاني؟ ده حضرتك ده ما شاء الله احنا كده نجحنا ان حضرتك ان احنا وصلنا نوصل توعيه جيده كده. زي ما حضرتك اشرتي، هو المقصود بتشييد الاستهلاك، وده بصفه عامه، ان انا ما اهدرش الطاقه فيما لا يفيدني. زي ما حضرتك اشرتي النقاط ديت مهمه جدا. كمان في نفس الوقت الغساله الفول اوتوماتيك، الغساله برضو طبعا حضرتك دي فيها سخان، اي حاجه بيبقى فيها تسخين بتستهلك طاقة كبيرة جدا. يعني مايكرويف برضو كده، مايكرويف ده بيستهلك طاقة كبيرة جدا. الفرن الكهربي يعني على قدر المستطاع ان انا ما الجأش ليه وما استخدمهوش، وما يقال ان توستر او الحاجات دي كلها، كل دوت برضو بيستهلك كهرباء كبيرة جدا. والسخان الكهربائي وقت الاستعمال قبليها بنص ساعة بالظبط. ده ما شاء الله عليك انت عارفة مش كده والله بتعمل كل ده بتيجي كبيرة برضو الفاتورة. يعني في ناس يمكن قالت احنا، يعني في ناس بتقول او بعض الاراء يعني بتقول انه ده احنا جبنا اللمبات الموفرة وبرضو ما فيش فايدة، ده شكلها كده يعني ابتدوا يشكوا بقى ان هو نوع من التجارة وخلاص، يعني لمبات وعايز ومحتاجة تتباع وخلاص. لا لا فندم، بص حضرتك عشان كده يمكن اول حاجة قلت لحضرتك ان هو المشترك نفسه هو اللي يقدر يحدد فاتورته، بمعنى ان هو يتابع استهلاكه. مش عيب ابدا ان الواحد ان هو يوميا يتابع القرايه بتاعته، يعني يبص فيها يشوف هو النهارده سحب قد ايه، لمده اسبوع هيعرف هو سحب في الاسبوع قد ايه. والتطبيق البسيط جدا بينزل على التليفون اسمه احسب فاتورتك، في التطبيق ده في الشرائح، كم شريحه في سواء الاستهلاك المنزلي او الاستهلاك التجاري، والشرائح اللي موجوده كام، وممكن احط القرايه اللي عندي او احط القيمه اللي هي الفرق اللي موجود اللي استهلكته، ويقول لي بالظبط انت فاتورتك اتعمل قد كده، تحسب قد كده. وطبعا ديت هي بتتحسب على مدار الشهر. في حاجات تانية برضو، بعض الاجراءات اللي هي في الترشيد الخاصه برضو بالثلاجه، التلاجة برضو لابد ان هي تبقى بعيد عن الاماكن، يعني بعيد عن البوتاجاز، الحاجات اللي هي السخنه اللي موجوده تكون بعيده عن، يعني ما مثلا مش كلهم جوه المطبخ، يعني نفرق حضرتك تقصد كده ولا بعيد؟ يبقى في مسافه ما بين البوتاجاز بالذات وبين التلاجه. هل المسافه بتفرق في استخدام الكهرباء؟ طبعا، لان هو ده مصدر حراره وده عايز يبرد الجزء اللي موجود، فبيسحب اكتر، فبيسحب كل ما التبريد ما وصلش للدرجه انت محتاجاه او انت ظبطاها بيشتغل اكتر. كمان في نفس الوقت فتح وقفل البوابه، فتح وقفل الباب بتاع الثلاجه. كمان زي ما قلنا الغساله الفول اوتوماتيك ما فيش داعي ان انا يعني اظبط درجه حراره عاليه قوي، يعني على 40 درجه يعني كويس جدا. السخان نفس الحكايه زي ما حضرتك اشرتي، ما فيش داعي ان انا اشغله 24 ساعه. صحيح. وفي نفس الوقت كمان ما فيش داعي ان انا اشغله على درجه حراره عاليه جدا. يعني احنا طبعا احنا بنستقبل كل شكاوى المشاهدين، لو حابين تتصلوا بينا عشان تسالوا عن اي حاجه بتخص فاتوره الكهرباء. معانا دلوقتي استاذ قاسم. بس انا قبل الاتصال يعني ارجو بس حضرتك ان اي حد اتصال ان يسيب رقم تليفون علشان نقدر نبحث في مشكلته. يا ريت والله، يا ريت ده مهم جدا. يا ريت. احنا معانا استاذ قاسم دلوقتي من الاقصر. استاذ قاسم صباح الورد. الو، صباح الورد يا فندم، وتحياتي ليك وللدكتور ايمن حمزه. اهلا بيك. وانا بعت لكم على الصفحه بتاعتكم، يا ريت تفتحوا ملف الكهرباء، فانتوا استجبتوا وانا بحييكم بشكركم جدا. معاكم قاسم الاعلامي على الصفحه. نشكرك، ربنا يخليكي. الدكتور ايمن هو طبعا عارفني وانا مكلمه على امبارح. استاذ قاسم تحياتي يا فندم، تحياتي استاذ قاسم. على فكره الجزئيه الخاصه، هو طبعا استاذ قاسم المشكله في الاقصر، في قريه ارمند،
فيها الجهود اللي واصله يعني منخفضه جدا وبيعانوا منها، ودي مش بس في القريه دي، في قرى كتير جدا. واحنا يعني المشكله ان هي في القريه ديت مجموعه محاولات لابد ان هي يتم تحويلها او تغييرها يعني مره واحده، وبالتالي ده مش معناه ان هي مش هتتغير، لا هي في خطه موضوعه ان شاء الله يعني يتم تنفيذها ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه باذن الله. وانا بطمن حضرتك ان هي ان شاء الله يعني الموضوع ارمنت دوت محطوط من ضمن الاولويات لتغيير المهمات الكهربائيه اللي موجوده فيها. في خلال قد ايه الفتره اللي جايه دي هتتراوح ما بين كام شهر مثلا؟ هو فندم احنا حاطين خطه، يعني يمكن احنا يعني لو احنا اطمنا شويه من ناحيه الانتاج الكهرباء، احنا في الكهرباء بنتكلم على ثلاث محاور: انتاج ونقل وتوزيع. الانتاج احنا الحمد لله دلوقتي بقى في عندنا من الاحتياطي ما يعطينا رياحيه شويه، وكمان بتلبي كل المتطلبات من بالنسبه للكهرباء. بيبقى شبكه النقل، وشبكه النقل ديت نقصد بيها اللي هي الجهود الفائقه والعاليه اللي هي بتودي بقى لمناطق الصعيد، مناطق الدلتا. الشبكه دي قديمه جدا، واحنا دلوقتي بنعمل في تطويرها على مدار سنتين باستثمارات حوالي تصل ل 18 مليار جنيه، وتم توقيع العقد الخاص بتمويله، القرض الخاص بيه، وان شاء الله في خلال سنتين هتشهد، يعني مش بعد سنتين، لا دلوقتي يعني احنا شغالين فيها. نأمل ان هي تبقى، يا ريت لو قبل سنتين. لا ده هيتم كمان انشاء يعني خطوط جهد فائق موازيه للخطوط اللي موجوده حاليا اللي هي من الستينات. يعني عايز اقول لحضرتك من ضمن الخطه اللي موجوده اضافه 2000 كيلو. طبعا ده يعني رقم كبير جدا من الابراج ومحطات محولات. ده كمحطات محاولات وشركه نقل. شبكه التوزيع اللي هي بتنزل بقى للمنازل واللي هي المستهلكين، دي برضو في خطه على مدار 3 سنوات بقيمه استثماريه حوالي 19.4 مليار جنيه. وليه 3 سنوات؟ علشان خاطر صعوبه بس الاماكن اللي بيخشوا فيها. انما احنا حاطين خطط للنقل والتوزيع. الاول كانت القيم بتاعه التغيير او التطوير بتاعه شبكات التوزيع بتبقى مثلا 2 مليار جنيه لكل، لكن طبعا في ظل ارتفاع الاسعار الموضوع تضاعف اكتر بكتير، فبدات وكل حاجه دلوقتي بالكهرباء، مشروعات التنميه بالكهرباء. احنا بقى في انتاج عندنا كويس، ولكن لابد ان احنا نوصل الخدمه الى اعلى مستوى. يعني معالي الوزير مهتم ان هو يعني حتى بيقول دايما تعبير يا صفر يا واحد. يعني يا اما مفيش خدمه قليله يا اما خدمه كامله تماما. طيب احنا كمان بنستاذن حضرتك ناخد استاذ احمد من العاشر من رمضان. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك، اتفضل. صباح الورد عليكم وعلى الدكتور ايمن حمزه. وانا بس كنت عايز اتكلم في موضوع، يعني نقطه صغيره كده ان شاء الله مش هطول عليكم. كل الموضوع ان انا كان عندي وصل جالي غلط، تمام، فاخدته ورحت حي غرب هنا، كهرباء حي غرب، دخلت على المدير الموجود، الراجل قابلني وقال ايه المشكله، 1 2 3 الايصال في غلط تقريبا لان القرايه مش مظبوطه. الراجل في وقتها لا شكوى ولا غيره، في وقتها دخل عندي وبص، طب لا تمام في غلطه فعلا، عدل الوصل وانا واقف وخلاص خدت حقي ومشيت. والوصلات اللي بعد كده ما كانش فيها اي مشكله في اي حاجه، بس هو في حاجه بس، ان احنا للاسف بقينا واخدين على موضوع الشكوى ده كتير قوي. بقينا بنشتكي في كل حاجه بقينا بنشتكي فيها، اي حاجه بقينا بنشتكي، لو واحد ماشي واتكعبل يشتكي كده. استاذ احمد، يعني احنا طبعا بنشكر حضرتك ان انت كده بتاكد ان انت كان عندك شكوى واتحلت، فطبعا احنا بنشكر حضرتك. يعني في وان في يعني أمل. في امل اهو، في ناس بتحل فعلا. وعلى فكره حبيب، موضوع الشكوى ده برضو اللي انتشر داخل المجتمع المصري ده مهم جدا في الفقره الطب النفسي، ان احنا طبعا نناقشها ونشوف ايه اسباب انتشار الظاهره دي ونعالجها ازاي. معانا برضو دلوقتي استاذ فوزي من القاهره. صباح الورد يا استاذ فوزي. صباح النور يا اختي، اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بتكلم على المحصلين. ايوه. انا دلوقتي لازم اتصل بيه اقول له يا فندم تعالى خد الفلوس واديني الفاتوره. اوكي. يعني حضرتك شايف ان هو بيتاخر عليك، ما بيجيش غير لما بتطلبه. بيتاخر. دلوقتي شهر 9 ما جاش. وبقالي اهو بقول لك من الاول 5/9. طب ثواني يا استاذ فوزي، يتصرف ازاي بقى في الحاله دي؟
لا برضه هو بص اداره 121 اتصل 121 يقول المحصل ما جاش. بس هو هيقعد يلاحق بقى المحصل. لا 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 هو بص هي طبعا مش كله كده طبعا بالعكس. احنا بس دي المشكله اللي بتقابل الاستاذ فوزي. يعني لا بس برضه طبعا ارجو ان هو يسيب رقم تليفون عشان نشوف ايه المحصل. استاذ فوزي حضرتك لسه معانا؟ ايوه انا معاكي. وبعدين مفيش حد بيجي يقرا طيب ممكن حضرتك تسيب رقمك في الكنترول وهنديه للدكتور ايمن بعد الهوا على طول وهيتواصل معاك. دكتور يمكن دي مشكله لناس كتير لان كمان بتتحط يعني حاجات تقديريه يعني بيحط قراءه تقديريه للعداد لانه ما بيجيش يقرا. لا هو بس انا عايز اوضح ان هي مش دي القاعده. القاعده ان هو ان في مرور دوري وشهري على كل المشتركين. انما طبعا زي ما قلت حضرتك ان هو لما بيكون في الوجود العامل العنصر البشري بيبقى وارد ان يبقى في خطا. والخطا ده مش مبرر. احنا مش بنقول ان احنا لا ما بنبررش. بس على ذكر بقى تحصيل الفواتير والقراءات، هل بالفعل تم التعاقد مع شركه امنيه خاصه علشان تحصيل الفواتير وقراءاتها من بدايتها من اول السنه؟ هو بص يا فندم، هو بدايه هو التوجه ليه ان نتعاقد مع شركه خاصه مستقله مش امكات امنيه، هي شركه مدنيه. الاساس بتاع الموضوع كله ان هو اول حاجه ان هو يبقى في الزام على القراءات الشهريه، دي نمره واحد. نمره اتنين يكون في حفاظ على امن المعلومات اللي بتوصل ليه، لان المعلومات اللي موجوده عندنا احنا امناء عليها، لان هي فيها بيانات عن المشتركين، عناوينهم، ارقام البطاقه القوميه. وبالتالي كان في شكاوى الفتره اللي فاتت من بعض يعني المشاكل اللي حصلت بسبب المحصلين. عشان كده بقول لحضرتك احنا يعني طرقنا كل الاليات، عملنا تدريب تحويل لبعض العاملين عشان يخشوا يغطوا الكشف والتحصيل، فتحنا اليات عشان المواطن نفسه يبلغ القراءه بنفسه. ويمكن بالمناسبه 121 برضه بيستقبل القراءات، ان ممكن المواطن نفسه او المشترك يبلغ عن القرايه بنفسه وبيتحسب الاستهلاك بتاعه. ولكن برضه ما رفعتش مستوى الاداء او يعني ما ازالتش تماما الشكوى اللي موجوده. هي احنا ما بنقولش ان هي ديت قاعده موجوده، ولكنها في موجود. وعشان كده لجأنا ان احنا يبقى في شركه خاصه يعني مستقله حتى تقوم عمليه الكشف فقط. تقوم عملية القراية وبتبقى بشهرية، يعني قراية شهرية بدون تحميل المواطن أي أعباء إضافية. وسائل بقى إن أنا أوصل من بس المشكلات. مها وسيادتك قبل الوسائل بس ناخد أستاذة فاطمة من القاهرة. صباح الورد عليكي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. أنا عايزة أكلم الأستاذ والله وأقول له شكوى. مع حضرتك دكتور أيمن حمزة، اتفضلي. أنا جاني الفاتورة جاتني أول الشهر ب 2774 جنيه. فطبعا أنا في شقة يعني ما باخدش الكمية دي. فلما رحنا كشفنا لقينا المحصل أو الكشاف اللي بيجي مزود عليا 900 كيلو زيادة. حضرتك ممكن توطي 900 جنيه زيادة. حضرتك ممكن توطي التلفزيون عشان يا ترى الأهالي اللي انتوا بتشغلوهم دول صالحين انهم يجوا يكشفوا؟ طب أستاذة فاطمة لما اكتشفتي كده حضرتك عملتي ايه؟ لازم الكشاف اللي بيجي يكشف يكون عنده دراية وعنده خبرة بالعدادات. لا هو انما عشان يزود لي انا 1000 جنيه ليه؟ أستاذة فاطمة تحياتي لحضرتك وصباح الورد زي ما البرنامج العنوان بتاعه. صباح الورد عليك. الله يخليك. بقول لحضرتك هو اول حاجه بس نطمن ان 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 الشكوى بتاع حضرتك دي تعاملوا معاها بايجابيه ولا فيها يعني فيها مشكله او تاخير في لا اتعاملوا معاها بايجابيه. تمام. ونزلت ال 2774 جنيه ل 900 جنيه. عظيم جدا. 2774 نزلوا 900 جنيه. طيب انا بطمن حضرتك ان هل ده معقول؟ انا بطمن حضرتك احنا في سبيلنا الى التعاقد مع شركه هتقوم بعمليه الكشف او قرايه العدادات بصفه دوريه تساعد الكشافين والمحاصين الموجودين. على فكره الكشافين والمحاصين عندنا على اعلى درجه من الكفاءه، وهم بيبقوا بس العدد يعني عدد المشتركين ممكن يبقى في مناطق معينه ممكن يبقى اكتر شويه من اللي هو يغطيها دوريه. ولكن بصفة عامة أنا بطمن حضرتك إن حاليا ممكن حضرتك العبال ما شبك الشركة اللي يتم التعاقد معاها ممكن حضرتك تصل 121 وتبلغين قراية بنفسك. تبلغي القراية والفاتورة سعرها كان كام؟ لا تبلغوا القراية يعني دلوقتي يعني هو خلاص هم عدلوا
الفاتوره. تمام. القرايه الجديده هي تبلغ استاذ فاطمه، تبلغ ال 120 وتقول لهم القرايه بتاعتي قد كده. تمام. وهم هيحاسبوا عليها. عرفتي يا استاذه فاطمه هتتصرفي ازاي؟ اشكرك شكرا جزيلا. ومعانا استاذه داليا من القاهره. استاذه داليا صباح الورد واهلا بيكي. صباح الخير يا فندم. اهلا بيكي اتفضلي. والله هو انا ليا استفسار دلوقتي، انا كان يعني مثلا ثلاث فواتير جم من شهر 8 و9 و10 ابص الاقيهم مثلا الفاتوره الواحده في حدود 1800 جنيه، مع ان هو استهلاكي هو اليوم كله، على بالليل بعد الظهر بس هو اللي بنور النور اباجوره صغيره، مفيش حاجات يعني اللي هو انا مراعيه كل التعليمات اللي حضراتكم قلتوها. فانا عايزه اعرف دلوقتي بيقولوا لي ادفع وبعد كده اشتكي، طب دلوقتي انا لما اجي اشتكي فين؟ اروح اعمل ايه؟ يعني انا مثلا في النزهه الجديده ابقى تابع لانهي شركه كهرباء؟ لا استاذه داليا، اخش على انهي مكتب اشتكي فيه ولا اطلب برضه 121؟ استاذه داليا صباح الخير، صباح الورد على حضرتك. صباح الخير يا استاذ ايمن، اهلا بحضرتك. طبعا اولا يعني ارجو من حضرتك برضه لما يجي لك الايصال بدايه ان حضرتك تقارني ما بين القرايه الحاليه اللي موجوده في الايصال واللي موجوده قدامك على العداد مباشره. تمام. ولو لقيت ان اللي موجوده في الايصال اكبر حضرتك على طول عندك اكتر من طريقه، من غير ما حضرتك تروحي حتى ممكن تتصل ب 121 وده على مدار 24 ساعه وبيردوا على طول، هم اللي بيحولوا الشكوى بناء على الفرع اللي تابع لحضرتك دي وبيتواصلوا مع حضرتك شوف الشكوى وصلت لغايه فين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ممكن حضرتك تنزلي تطبيق على التليفون اسمه شكاوى الفواتير. شكاوى الفواتير دوت برضو بتختاري منه الفرع اللي انت تابع ليه، وطبعا ده الفرع اللي انت تابع ليه بيبقى مكتوب في الايصال على فكره، مش صعب يعني. وحضرتك بتكتبي رقم الموبايل او بتبعتيه على طول على الفرع اللي موجود، هو بيتصل بحضرتك وبيقول لك الشكوى الموجود. ده تاني حاجه. تالت حاجه، ممكن حضرتك تخشي على النت على موقع تكتبي بس وزاره الكهرباء والطاقه، الموقع هيطلع لحضرتك وفي من ضمن الخانات اللي موجوده في حاجه خاصه بالشكاوى، بياخد من حضرتك البيانات وبيتابعها. وعلى فكره كل الشكاوى بيتم متابعتها من معالي الوزير شخصيا لعدد الشكاوى اللي موجوده. نشكر حضرتك يا استاذه داليا. وناخد كمان استاذ حلمي من القناطر. صباح الورد عليك استاذ حلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. انا بصبح على الدكتور ايمن. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. مع حضرتك حلم ياسين من القناطر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا الفواتير اللي معايا كلها مكتوب فيها متوسط، لان انا ما شفتش حد بيجي يكشف على العداد. تمام. وبعدين انا موجود انا والحاجه بس في الشقه، وعمري ما زاد يعني اخر حاجه ممكن 100 جنيه. تمام. لان انا لا عندي لا تكييف ولا عندي سخان ولا الحاجات دي كلها. تمام. فطبعا فوجئت بيوم 23 اول امبارح جاي لي المحصل بتاع النور بيقول لي 553 جنيه. تمام. فقلت له ازاي يعني وكده؟ قال لي معلش ممكن يكون تراكمات كده. فالمهم انا بيني وبينك ما اقتنعتش يعني، انا خدت بعضي ورحت على الكهرباء، الناس قابلوني مقابله كويسه هناك، ويعني يعني بدون ذكر اسماء ناس محترمه جدا، وبعدين عملوا استعلام وانا قاعد قالوا لي لا معلش احنا اسفين في اصلا عيب فني عندنا جاب عليك 500 كيلو زياده. تمام. بس هل يا فندم هل صباح الورد الاول على حضرتك. صباح الفل يا فندم. صباح الفل. هل هم قالوا حضرتك ادفع بعدين نشتكي الاول ولا حضرتك تبحث؟ لا هم ما قالوليش ادفع بصراحه، هم قالوا لي انت الايصال فين؟ قلت لهم انا ما رضيتش اخده من المحصل. تمام. ما رضيتش. قالوا لي طب اتفضل. عملوا لي استعلام وحتى يعني قعدوني ما قالوا لي ما تتحركش احنا نصرف، هو ده عيب عندنا ده عيب فني. المهم تم تعديل الفاتوره يعني يا فندم. هم يعني زي ما تقول حضرتك
قال لي ده اصل القرايه كبيره قوي قوي ومعلش ممكن هنوصلها ل 350. طيب استاذ حلمي حضرتك دلوقتي سيب رقمك في الكنترول وهنتواصل معاك بعد الحلقه. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن. يعني احنا طبعا وقت الحلقه خلص واحنا دلوقتي وعدنا استاذ حلمي ان حضرتك هتكلمه وتتواصل معاه علشان نحل المشكله دي. فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء. صباح الورد. صباح الورد. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا وصباح الورد على حضرتك. صباح الورد على كل المصريين. مشاهدينا طبعا حلقتنا خلصت لكن يومنا لسه بيبتدي. صباحكم صباح الورد كده ويك اند ان شاء الله. انتظرونا يوم السبت من 9 ل 11. صباح الورد عليك يا سمر. صباح الورد يا مها وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي على خير. صباح الورد.